وينضم إلينا من غزة الدكتور حسام الدجني المحلل السياسي. دكتور حسام، من قام اليوم باقتحام باحات المسجد الأقصى هم المتدينون المتشددون، ما يعني ترسيخ إسرائيل لمفهوم الدولة اليهودية، كيف ترى ذلك؟ نعم، هذا التوصيف توصيف دقيق. ربما جاء هذا الاقتحام بعد أيام من سن الكنيسة للقانون الأساسي، قانون القومية، الذي يؤكد أن إسرائيل دولة تقوم على أساس إثني ديني يهودي بالدرجة الأولى. وأيضا جاء هو التجمع الأكبر بعد قرار ترامب بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وضمن خطوات استراتيجية تقوم عليها إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة. فعلا هي خطوة خطيرة جدا تعكس توجهات إسرائيل في المرحلة المقبلة بشأن المقدسات الإسلامية، غير آبها إسرائيل بما بالوصاية الهاشمية الأردنية والعلاقات التي تربط دولة الاحتلال مع المملكة الأردنية الهاشمية ولا مع القيادة الفلسطينية. وهذا يدلل أن إسرائيل اتخذت القرار بالفعل، وهو إنهاء وتهويد كامل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا يدفعنا إلى أن ندعو فعلا كما دعا الشيخ محمد حسين إلى الرباط وإلى هبة حقيقية لنجدة القدس والمقدسات الإسلامية. نعم دكتور، ولكن دكتور يعني ما فعلته إسرائيل اليوم كانت تفعله على فترات متباعدة هذه الاقتحامات، ولكن اليوم تفعله بشكل مكثف وشكل سريع، يعني ما السبيل ربما للوقوف في وجه إسرائيل؟ السبيل في وقف حتى نقف وأمام إسرائيل ويكون هناك موقف تحدي من قبل الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون هناك وحدة وطنية واستراتيجية وطنية لفضح صورة إسرائيل. لا، نحن أمام بين يدينا كنز حقيقي، هذا الكنز هو قانون القومية، يجب أن نتجول به من خلال الدبلوماسية الرسمية والشعبية في كل المحافل الدولية، في كل العواصم الغربية والإفريقية والأمريكية وغيرها، من أجل أن نفضح هذا الاحتلال. إسرائيل ربما يعني اقتحمت العالم ورأي العام الغربي من خلال ادعائها أنها الدولة الديمقراطية الأمثل والأفضل في الشرق الأوسط. اليوم إسرائيل تعكس صورتها الحقيقية، تعكس تعاطيها مع المجتمعات غير اليهودية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك ينبغي أن نعمل أولا على توحيد الموقف الفلسطيني، ثم الانطلاق بحملة دبلوماسية، وأيضا الذهاب إلى القانون الدولي لمقاضاة إسرائيل، لا سيما أن اليونسكو أقر بحقيتنا بالقدس، وأن كل القرارات الشرعية الدولية، أكثر من 20 قرار شرعية دولية، هم بحق يؤكدون على حق القدس لنا. طيب، هل برأيك دكتور حسام لدى إسرائيل اليوم خطة منهجية ربما لتهويد القدس، بحكم أنه السنة الماضية في نفس الفترة هزمت إسرائيل في الأقصى؟ نعم، هناك خطة استراتيجية بدأتها إسرائيل من خلال عملية إحلال. معدل الخصوبة للمرأة اليهودية في القدس الشرقية مخيف، أعلى منه من المرأة العربية. الواقع الديموغرافي في القدس الشرقية 43% يهود مقابل 57% عرب. في حال طبقت القوانين الأخيرة من الكنيسة، لا سيما قانون القدس الكبرى وقانون القدس الموحدة، هذا يعني أن مناطق عربية مثل كفر عقب وشعفاط وأبو ديس وما يحصل في الخان الأحمر ستنضم إلى مناطق الضفة الغربية، وبذلك ستبقى القدس المقدسة منطقة يهودية بمعادلة ديموغرافية لو أضفنا القدس الغربية ل 99% منها يهود. هذا يعني أن 63% من القدس الموحدة هم الآن يهود، فكيف بالمستقبل في ظل هذه السياسات التهودية وهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من فرض ضرائب واحتلال وتضييق على السكان؟ للأسف الشديد لا توجد استراتيجية لمواجهة ذلك، وأتكلم هنا على غياب الاستراتيجية أيضا العربية والإسلامية في دعم صمود المقدسيين. اتضحت الصورة، شكرا جزيلا لك من غزة دكتور حسام الدجني المحلل السياسي.